الهندسة الميكانيكية، الكهربائية، الاتصالات، الهندسة الطبية، الهندسة الكيميائية، الهندسة النووية، غزل ونسيج، التعديل، البترول، الزيت، كل دي تخصصات أو مهن بمعنى أصح بنتعامل فيها بطاقة المهندسين، وكل اللي بيمارسوا المهن دي أعضاء معانا في البطاقة. إيه مجالات العمل بتاعة المهندسين في البطاقة؟ عندنا أول حاجة العمل في الجهات الحكومية والهيئات العامة. عندنا مجال التدريس العلوم الهندسية، عندنا مجال المقاولات والتمويلات، عندنا مجال التصنيع والإنتاج، عندنا مجال التصميم والإشراف على التنفيذ. مجال التصميم والإشراف على التنفيذ مش مقصود بيه التصميم والإشراف على التنفيذ فقط، لكن هو مجال شامل اللي هو المجال الاستشاري، بس انا ما كتبتش الاستشاري عشان ما يتقالش انه خاص بالمهندسين الاستشاريين اللي حاصلين على هذه الدرجه الماليه. لكن هو مجال واسع يضم اداره المشروعات ويضم التراخيص والدراسات، هو مجال واسع جدا. نيجي العاملين في الجهات الحكوميه، ايه دور النقابه معاهم؟ اولا اللي بينظم عمل العاملين في الجهات الحكوميه هي السلطه المختصه اللي هي الوزير، المحافظ، رئيس الهيئه اللي بيشتغل فيها المهندس. طبقا لقانون الخدمه المدنيه رقم 81 لسنه 2016 والقوانين الخاصه بالجهات التي يعملون بها. دور النقابه يقتصر في الدفاع عن المهندسين اللي عاملين في الجهات الحكوميه. النقابه لا تقوم بتنظيم مهنه العاملين في الحكومه. وليس لها انها تديهم درجات او ترفض منحهم درجات. العامل في الحكومه ينظم مهنته بقوانين مختلفه. مجال التدريس العلوم الهندسيه تنظم عمله بوزاره التعليم العالي. طبقا لقانون تنظيم الجامعات وقانون تنظيم المعاهد العليا الخاصه يقتصر دور النقابه برضه في التعاون معاهم والمطالبه بحقوقهم والدفاع عن مصالحهم. مجال المقاولات، وفي اغلبيه من المهندسين بيشتغلوا في مجال المقاولات الحقيقي. اللي بينظم عمل المجال اتحاد مقاولي التشييد والبناء. طبقا لقانون 104 لسنه 1992 ولقرار وزير الاسكان بشروط قيد وتصنيف وترتيب اعضاء الاتحاد. هم في الحقيقه عملوا في اتحاد المقاولين التشييد والبناء اجراء ظريف جدا لسه متطبق في شهر اكتوبر اللي فات. انه اشترط ان النسبه من المهندسين العاملين في شركه المقاولات يكون حاصل على شهاده اداره مشروعات محليه اسمها NBMC وتجدد كل 5 سنين. هنا يقتصر بعض دور نقابه المهندسين في الدفاع عن حقوق المهندسين العاملين في شركات المقاولات، وليس التعامل مع شركات المقاولات بشكل مباشر ولا تنظيم عملهم. احنا بندافع فقط عن العاملين في شركات المقاولات. مجال التصنيع والانتاج تنظم عمله وزاره التجاره والصناعه وفق قوانين 21 لسنه 1958 والقانون 95 لسنه 2018. هنا برضه النقابه يظل دورها الدفاع عن مصالح المهندسين العاملين في المصانع ولا تنظم عملهم، هي تدافع عن مصالحهم فقط. مجال التصميم والاشراف على التنفيذ، هنا دور رئيس نقابه المهندسين في تنظيم عمله. النقابة الوحيدة اللي بتنظم عمل مجال المهندسين العاملين في المجال الاستشاري، إذا صح إن احنا نسميه المجال الاستشاري، أو مجال التصميم والإشراف على التنفيذ. وده طبقا لقانون النقابة والقرار وزير الري رقم 1684 لسنة 1972 اللي وضع اشتراطات تسجيل المهندسين الاستشاريين واشتراطات ترخيص المكاتب الهندسيه الاستشاريه. احنا بنخضع لهذين القانون ولائحه والقرار الوزاري. ترقيه او غرفه سجل مهندسي. هنا النقابه بتعمل ايه؟ تصدر السجل الهندسي للمهندسين، وده لجميع المهندسين الاستشاري او حاصل على لقب استشاري او غير حاصل. بتسجل المهندسين الاستشاريين في سجل المهندسين الاستشاريين. ترخص المكاتب الهندسيه الاستشاريه. تعتمد شهادات الاشراف على تنفيذ المباني، ده طبقا لقانون البناء الموحد. فكل ده طبقا لقانون النقابه وقرار الوزاري وقانون البناء الموحد. احنا كده ماشيين على ما هو قائم. هنا دور النقابه في تنظيم المهنه. هي دلوقتي بتنظم مهنه المهندسين اللي في التصميم وفي الاشراف على التنفيذ. دورها ايه؟ مطلوب منها ايه؟
مطلوب منها انها تعمل لي طاقم مزاوله مهنه وحده ضغط ممارسه، مطلوب منها تحدد لي حد ادنى للابعاد عشان احافظ على كرامه مهنتي، مطلوب منها انها تعمل لي العقود النموذجيه اللي انا اتعاقد فيها مع العملاء عشان احفظ حقي واحفظ حق العملاء. الغرض من العقود النموذجيه مش فقط حفظ حق المهندس، لكن حفظ حق العميل ايضا. فرض المنازعات لازم يكون النقابه واضعه اليات ميسره وسريعه لفض المنازعات بين المهندسين وبعضهم وبين المهندسين والعملاء. في نظم للتحكيم، في كذا اطار، يعني في كذا اطار للموضوع ده. احترام التقاليد والاعراف، في تقاليد واعراف لكل مهنه. يعني تقاليد واعراف المهندس المعماري غير تقاليد واعراف المهندس الميكانيكي. المفروض نلاقي النظام النقابه تنظم لنا هذه التقاليد والاعراف تبقى مكتوبه. هنا بنتكلم اهميه ان احنا يبقى عندنا لائحه مزاوله مهنه. نمرة واحد التأكيد إن المهندس، تأكد إن المهندس مؤهل لممارسة المهنة وتحمل مسؤولية أعماله. ده أول هدف من لائحة ممارسة المهنة. هل المهندس مؤهل لممارسة هذه المهنة ولا لا؟ قد تكون بسنين الخبرة. قد تكون بالتدريب. قد تكون بالاختبار. بس في النهاية مطلوب إن احنا نتأكد هل المهندس مؤهل ويقدر على تحمل المسؤولية ولا لا؟ نمرة اثنين تحديد نطاق المهنة اتكلمنا فيها، احترام التقاليد والأعراف المهنية الراسخة، منع الاحتكار وعدم تضارب المصالح في ممارسة المهنة. ما ينفعش احتكر المهنة عشان أنا مكتب بيت خبرة. ما ينفعش احتكر المهنة وأشتغل كذا عمل. أكون أستاذ جامعة وأكون صاحب شركة مقاولات ومستشار محافظة الشرقية واستشاري عند مكتب استشارات هندسيه كده، انا خدت وظيفه خمس مهندسين واحنا بسم الله ما شاء الله وصلنا ل 860,000 مهندس. فاحتكار ممارسه المهنه من الامور اللي يجب ان نناقشها في لائحه مزاوله المهنه لو فكرنا نعمل لائحه جديده. تضارب المصالح، ما ينفعش ابقى استشاري ومقاول في نفس العمليه. وما ينفعش اكون موظف بصدر تراخيص البناء ومطلع سجل هندسي وبعد الضوء بطلع لنفس التراخيص اللي انا بعملها. يعني دي كلها تضارب مصالح ما تنفعش. الحفاظ على كرامه المهنه بوضع حد ادنى للاتعاب، ما ينفعش ان انا اقلل اتعابي عن حد معين. لازم عند حد معين اوقف، ما ينفعش اقل عن الرقم ده. الا كده انا بضرب مهنتي وبضرب زملائي. حمايه حقوق المهندس والعميل من خلال العقد النموذجي. احنا عندنا في النقابه عقود نموذجيه لكن مختفيه، محدش يعرف عنها حاجه. في عقود نموذجيه في الفعل في النقابه لكن للاسف محدش شافها. فرض المنازعات ممارسه المهنه بطريقه ميسره وسريعه. انا يهمني اخلص مشكله المهندسين ومشاكل العملاء بشكل سريع وميسر. انا مش عايز اخش المحكمه اقعد 3 سنين لحد المهندس ياخد حقه او العميل حتى ياخد حقه. هنا تاريخ لوائح ممارسة المهنة في النقابة. أول لائحة أو أول مواد اتكلمت عن أخلاقيات المهنة كان الباب الرابع في النظام الداخلي لنقابة المهندسين، ده اتعمل 1975 من 15 مادة. تاني حاجة لوائح ممارسة المهنة للشعب الهندسية. دي كل شعب عملت لائحة مزاولة مهنة خاصة بيها سنة 1977. كانت بتتكلم في 18 صفحة أو 20 صفحة بالكتير. اللائحة الثالثة كانت لائحة 1994، دي الجمعية العمومية وافقت عليها بالفعل، لكنها تم تجميدها لأنها تتعارض مع القانون. ليه تتعارض مع القانون؟ لأنهم عملوا تصنيفات المهندسين، والمفروض القانون في المادة 95 إدى سلطة تحديد حجم الأعمال لوزير الري يصدر بها قرار الوزير. أو زي ما يطلعش القرار الوزاري، فبالتالي اللائحة كلها تجمد. اللائحة الثانية كان مشروع لائحة ممارسة المهنة اللي عرض على مجلس النقابة أو المجالس النقابية في فبراير 2021.
في لائحه الحاليه اللي احنا بصدد ان احنا نناقشها، اللي هي لائحه ممارسه المهنه اللي اتعرضت على مجالس النقابه في نوفمبر 23. ابواب اللائحه الاخيره، الباب الاول مثلا تعريفات الاهداف وواجبات المهندس. الباب متاخد كله من الباب الرابع، 15 ماده محطوطين متشالين من النظام الداخلي ومحطوطين في اللائحه الجديده بدون اي تغيير. انا ليه بقى يعني ما سيبهم في النظام الداخلي؟ ليه نقلهم للائحه الجديده؟ الباب الثاني تطرق فيه للشعب الهندسيه وتخصصات وادوات القيد. انا اتطرق لادوات القيد ليه في لائحه وزاره المهنه؟ ده موضوع ثاني، القيد موضوع ثاني بينظموا القانون والنظام الداخلي، ليه اتطرق ليه؟ الباب الثالث مجالات ممارسه المهنه الهندسيه. هنا هنلاقي في خلط بين المجالات والشعب، مكتوبه المجالات اللي فيها بشكل غير منضبط، محتاجه مراجعه كتير. الباب الرابع مسؤوليات المهندس. هنا احنا دخلنا في حته مش سليمه، لان النقابه ما بتحددش مسؤوليات المهندس. القانون المدني في المواد 651 652 653 حدد مسؤوليات المهندس. المفروض النقابه لو هتحط في البند ده تخليه دور المهندس، المهندس ده بيعمل ايه في الشغل؟ انما ما تقوليش مسؤوليات، المسؤوليات محدده وفقا للقانون، لا نقدر نغيرها ولا نقدر نعفي المهندس من المسؤوليات ولا نقدر نحط عليه مسؤوليات. الباب الخامس فئات عضوية المهندس. هنا الباب ده محتاج تشاور مع وزير الري لانه هيصدر بيت قرار بوزير. ما ينفعش يصدر بلائحه. فئات المهندسين فئات اعمالهم لازم يصدر بقرار وزير طبقا للماده 59 من قانون النقابه. الباب السادس التدريب والتاهيل والاحكام الانتقاليه. الباب السابع احكام وضوابط ممارسه المهنه. ودي الاساس المفروض انها دي لب اللائحه. هو اخرها للباب السابع. الباب الثامن احكام وضوابط تقدير الافعال. الباب التاسع احكام وضوابط العقوبات وتطبيق التغطيه القضائيه. احنا هنا مش بنعمل قانون عشان يحط لي احكام وعقوبات. انا بعمل لائحه طبقا للقانون الموجود، فما ينفعش تحط لي عقوبات. انت مش هتبتدع عقوبات على المهندسين. الباب التاسع الباب العاشر الكود المصري لاخلاقيات ممارسه المهنه. الحقيقه جهاز مركز البحوث البناء المركز القومي لبحوث البناء عمل كود اخلاقيات ممارسه المهنه. احنا خدناه زي ما هو وحطيناه في الباب العاشر بدون داعي، يعني احنا لا اختصرنا ولا حطيناه في ممارسه المهنه، يعني المفروض باب اخلاقيات المهنه ده يتحط في باب الضوابط بتاع ممارسه المهنه. مش منفصل. احنا خدنا الكود وحطيناه تاني في الباب العاشر بدون هدف، يعني مش لاقي بس انا حبيت ادي رؤيه للي موجود حاليا، والابواب انا ما دخلتش في تفاصيل اي حاجه، وطبعا